في الساستوري إنستا ستوري. أنا قبيلة قلت المليح يبطى هو خنقوله سكوب ومبطاش برشا. مرحبا بيك أشرف البرهومي، تحياتي. مرحبا هيفا، مرحبا الناس الكل اللي يسمعوا فينا على ديوان فام. كالعادة سكوبات ديما موجودين في برنامج فاميليا وتحديدا في انستا ستوري. مش نحكيه على تصويرة هبطت البارح في ستوري الفنانة زازا، تصويرة دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، تصويرة شفنا فيها مجموعة ولما فنية رينا بلطي، كافون، وليد التونسي، حمودة، سمير لوسيف. دونك التصويرة ذي علقت عليها زازا وقالت سون. برشا عباد اعتقدوا انه التصوير هذا كليب او عمل فني باش يكون يتم تصويره في الايام القليله القادمه، لكن المعلومات اللي تقول ماهوش كليب او عمل فني، لكن حلمه او عمل فني من نوع اخر باش يكون في شارع الحبيب بورقيبه. هي حلمه فنيه البلطي بعد تحطيمه الاكثر من رقم قياسي في تونس، نحكيه على جديد وقالوا اللي حققت لحد الان 9 ملايين مشاهده عشان يوتيوب نتاعو. هو المحطم للأرقام القياسية، 2 مليارات مشاهدة في شين يوتيوب متاعه لكافة أغاني، وإن شاء الله يدخل مجموعة جينيس ويوصل للمليار مشاهدة. باش نحكيه على عمل فني، كونسير كبير باش يصير الجمعة جاي في شارع الحبيب بورقيبة. الكونسير هذا هو لمغني بلطي، باش يلم فيه مجموعة من الفنانين اللي ريناهم في التصاور كما قلنا، كافون، وليد التونسي، حمودة، ولأول مرة باش نشوفوا وليد التونسي وسمير لوسيف باش يجتمعوا في على نفس الركع. دونك نحن باش نحكيو باكثر تفاصيل على البروجي هذا معنا حصريا برنامج فاميليا بالتليفون بلطي. صباح النور بلطي. يا مرحبا يا سيدي، اهلا وسهلا بك، تحياتي. مرحبا، تحياتي لكم الكل وتحياتي اللي يسمعوا في ديوان فام. مرحبا. هو انا كل يوم تقريبا الجزيره ما نكونوا حاضرين معكم تكون احلى ان شاء الله. يا ربي تجي حذينا وانا ما نقول لك ان شاء الله. اشرف نقول له تقريبا كل ما نحكيوا عليه راهو نمبر 1 بلطي اكيد، معناها ما نجم يقول حد حاجه. كلهم نمبر 1 مش بلطي، معناها كلهم نمبر 1، كل واحد نمبر 1 في لكن بالارقام بلطي هو رقم واحد كما كانت تقول بلطي هيفا المليح يبطى. كانت تعطينا بلطي اكثر تفاصيل على الكونسير اللي باش يصير لاول مره، عمل فني ضخم باش يصير في شارع الحبيب بورقيبه. تبارك الله بدينا في المهرجانات، بدينا في الموسم الصيفي، كيف باش يكون الكونسير هذايا في شارع الحبيب بورقيبه؟ الكونسير فكره جات مع اورانج تونيزي، يعني هما اللي معناها كي اون بروبوزي سا. ومن بعد ديفلوبي معناها اون ديفلوبي ليدي، قلنا بوركوا با يعني لي زارتيست اللي تعاملت معاهم في الكارير نتاعي نستدعيهم معناها سوسان، وتكون لمه حلوه لمه كبيره توشيو يعني البوبليك الكل. موجودين اسامي كبيره معناها من فن الشعبي كيما سامي وليد، زينه كاسرينيه، اكرم مالك باش يكون موجود، كافون، حموده، وليد التونسي، كافون وحموده ومليتي وزازا يعطيهم الف صحه. صورنا سبوت معناها اللي كانت البارح فوالا تفرجنا في ستوريات. اي هذيك تصويره معناها نتاع اللمه نتاع سبوت بيبليسيتير ان شاء الله اللي باش يعرفوا بيانتو. الحفله باش تكون 24 جوان، وبيان سور باش يكونوا فيها ديزانفيتي زاد من برا يعني كيما شكون بس. اي سكوبيت قايد عندك. حاضر ان شاء الله. اي اليانا حاضرة لأول مرة باش تكون حاضرة في أول تونس. أول مرة حاضرة في تونس. لي سيريوز هذا باش يكون حاضر معايا إن شاء الله. نحي. وفما أسامي أخرين في الوقت ويعني جات هكايا جات أن بو سيري واحد وكل شيء، دونك فما أسامي أخرين اللي ما نجمناش نحصلوا عليهم. إن شاء الله فرصة أخرى، لكن كوميم تقعد لما كبيرة وين بريمير يعني في شارع حبيب بورقيبة. فوالا لما في حد ذاتها لوبجيكتيف نتاعنا يعني من 15 ل 20 بيرسون ان شاء الله. ان شاء الله يعني الدخول مجاني بلطي؟ بيان سور مجاني جراتويت. بعد البريود الخايبه اللي تعديتها تونس نتاع كورونا وتسكير، وواحد يا خويا حاجه تفرحنا كي الناس الكل وبدلوا بها الجو، وتكون يعني انطلاقه باهيه للسيزون استيفال و سي فحلو.
معناها باش تكون 15000 20000 كيما نتصور هكا وكيما نشوف هنا شوارع باريس وفرنسا وقت اللي وغير المدن الاوروبيه والعواصم الاوروبيه وقت اللي يتعبى كياس كامل من اولو لاخرو شارع كامل شارع رئيسي في عاصمة موازين زادة في موازين وغيره نحكيه على حاجه من النطاق العالمي بمواصفات عالميه معناها ان شاء الله معناها باش يصير ان غران سبيكتاكل فما يعني سينوغرافي فما فما برشا حاجات حلوه فما ديزيكرون معناها باش تكون موجوده في شارع حبيب بورقيبه الكل برافو ليكيب الكل اللي قاعده تخدم على خاطر تقول بالله باش تكون حاجه يعني استاليل كالعاده معك ولا ما سمعت يعني استاليل كالعاده متواجده معك في البروجي هذا يعني استاذك تحيه لي يعني استاليل بلتي الفنانين الموجودين معك اللي باش يكونوا سيغ سين كيفاش كل واحد باش يقدم وصله غنائيه ولا باش يكونوا الكل في غنيه موحده ومن بعديك يطلع بلتي وإليانا والفنانين اللي هذوما موجودين انت استدعيتهم ولا كيفاش البروجي بيان سور انا استدعيتهم يعني قلت لك فما ديزارتيست انا معناها كان جاي كفينا الوقت ان نصلح ديزارتيست اللي تعاملت معاهم الكل معناها فهمت فوالا يعني استدعيت اللي نجم استدعيه ديزارتيست اخرين ان شاء الله فرصه اخرى اما كيفاش هي معناها باش تكون الديرولمون يعني والدنيا الكل يعني لي ديو اللي خدمتهم عندي دي ديو مع سمير مع وليد يعني باش تغنيو الكل لي ديو اللي خدمتهم معناها في الكارير تاعي الكل باش يتغنيو ان شاء الله وبيان سور لي سولو لي سوكسي اللي خدمناهم يعني الحفله باش تكون بلتي اند فريندز يعني بلتي وصحابو بلتي بلتي ان كو هو بلتي نهار 21 نعرفوا لا فيدو لا ميوزيك هذه الموسيقى وين العالم الكل باش يفرح وين اطول نهار في العالم هذاك نشوفوا حفلات كبيره برشا نهار 24 التاريخ في شارع نهار الجمعه الحبيب بورقيبه نهار الجمعه نحكيوا على حاجه حلوه تستنى فيكم ان شاء الله مع بلتي ان شاء الله جو سؤال اخير بلتي فما معلومات تقول انه مش تكون انت حاضر في لمة فنيه اخرى على ركح مهرجان قرطاج وباش تكون معاك كيف كيف إليانا هل انه تاكد لي ولا تنفي لي الكلام هذا والله شوف معناها بور لو مومون وي معناها خلينا كونفيرماسيون معاك إليانا بوتيتر معايا إليانا معناها سي با كونفيرمي معناها إليانا لكن الدات في قرطاج موجوده ان شاء الله 31 جويليه وواحدة شوية ديالها تكون حاضرة بيان سور ان شاء الله والسبكتاكل ما موش يكون يعني كلاسيك يعني في الكليشي نتاع رابور يطلع ودي جي بقدرة الله باش تكون فما لايف باند فما دي ميوزيسيان كيف ما شفنا الاخرانيين اغلبية الكليبات معناها من يا حسرة واحنا جايين فما لايف باند فما دي ميوزيسيان موجودين معايا دونك باش نكمل في الكونسيبت هذاك وقدر تبدا باش نشوفوه في مهرجان كامل. كونسيبت كامل ارتستيك نتخيل فيجوال كوريغرافيك حاجه مزيانه كما كنت نحكي بمواصفات عالميه هذا هو التاريخ اللي باش تحكينا عليه ومادام معناها موجود في مهرجانات صيفيه اكيد بالتي مش كان كارتاج مش في كارتاج فقط. مش كان كارتاج قدر تبدا فما معناها فما دوتر فيستيفال مازلت ما خديتش كونفيرماسيون انا من 2018 ما خدمتش فيستيفال. يعني صارت يعني صارت في 2018 حكايه قسيت انا على الفيستيفال وكل شيء لكن الحمد لله انا رجعنا سنين مضمونين جاونا باهي كل شيء ورانا الكوفيد ورانا الحاجات الخايبه ورانا خلينا في نفس جديد في حلمه حلوه في حلمه مزيانه تغنينا الو وتغنيهم الكل حسيروا الكل ما نحبوا اللي هيت اللي تعداو على ديون اف ام نحبوك برشا بلتي ان شاء الله ترجع حذانا على قريب لهنا تنورنا بحضورك في الاستوديو نعرف مش برشا تتكلم في الوسائل الاعلام نعرف ما شاء الله علاش يكون حضور شوف يعني باهي واحنا ابريتو شنو نحبوا يعني كي نتعديو في وسائل الاعلام ولا يعني فما جديد وفما مشروع وفما كالعاده كيفاش؟ يعني حضورك الاعلامي يكون فما جديد كما اليوم دخلت معنا تبارك الله عندك لمه فنيه عندك مشروع عالمي باش يتعدى الجمعه الجايه في شارع الحبيب بورقيبه كان يعني جوست قبل ما نكملوا تذكرنا بالوقت والعباد اللي باش يجيو يحضروا نهار جمعه نهار 24 جويليه في عمل فني ضخم وكبير فاش يستنى فيه 24 جوا صباح جمعه الجايه 24 جوا ابارتير من 19 ان شاء الله 7:30 العشيه حتى الاخر الليل ان شاء الله باش يكون بيان سور دي جي بلاك جاك موجود دي جي دانزر زاده تحيه لهم
تحيه لما 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 حلوه لما حلوه ومزيانه كيما اللي نحبوهم كيما اللي استحشناهم برشا في بلادنا. الخدمه الناس اللي مع بعضها اللي تمد ببعضها اللي ما تبغضش بعضها وتخدم مع بعضها وهذا قلبك الكبير. وشكرا ليك بلتي اللي كنت معنا. قدوة ربي ترجع حذينا في ديوان فيه نحب وعد مع أميمة مع المهم دي حذينا قدوة ربي إن شاء الله. شكرا ليك ميرسي بوكو بلتي هاكم تسمو يعيشك وملتقانا ان شاء الله لو 24 جوان. ان شاء الله لو 24 جوان نكونوا في الحدث وحاضرين. كالتوينسا قال لك 15000 يمكن 20000 من التوينسا مستدعين في يكونوا حاضرين في شارع الحبيب بورقيبه نهار الجمعه. كنت نحكي نقول 21 هو عيد الموسيقى في العالم اما هو باش يكون نهار 24 في بلادنا بالصفه هذه اكيد فما حاجه حلوه تخدم ان كان امنيا او صحيا وبتبع ناخذوا لها في كل اعتباراتها في حدث باش يصير في تونس. اشرف ما ظهرليش لا باش نحكي ولا على النوبة لا سبق الخير لا على هيلا الذويدي بلعش كده نتخلوا جوست نعطيه معلومة بركة على الستاتيو اللي هبطه عبد الحميد بوشناخ بخصوص هل انه فما جزء ثالث من مسلسل النوبة بعد نجاح الجزء الاول والجزء الثاني. حسب المعلومات مصادري الخاصة تقول انه عبد الحميد بوشناخ بش يكون حاضر في عمل فني ضخم للنوبة بش يكون على ركح مهرجان قرطاج الدولي. دونك بش نشوفه نجوم النوبة الكل في عرض فني كبير مش عرض موسيقي يقتصر على بعض الوصلات الفنية أو الغنائية لك بش يكون عمل فني كبير برؤية عبد الحميد بوشناغ. وإن شاء الله هاو كل يوم قاعدين نحكيه على المهرجانات الصيفية تبارك الله تحس كما يقولوا النفسية سيف سنة فما برشا حاجات مزيانة الحمد لله وإن شاء الله ديما هكا معناها نوبة اللي كانت مع الجزيري واللي كانت تقبل واللي صار عليها لغط كبير هي عشاق النوبة هي عشاق النوبة لعبد الحميد بوشناغ. كل واحد ونوبته كل واحد ونوبته وهذا اللي قالوه قبل رغم الاشكال الكبير والجدل والبوليميك والكلاش اللي صار بيناتهم فك الفتره هذه فانه نستناو حفله حلوه في مهرجان كرتاج كوبيت على بعض. واليوم مع اشرف نحن خاطر عندنا نوبتنا لهنا في فاميليا نوبتنا ترجع لكم نهار الاثنين النوبه ويرجع لكم اشرف نهار الاثنين اما مازال عاد مواصلين معكم حتى لنص نهار فاميليا على ديوان اف ام واللي يحب يعاود يسمع بالتي هاكا المداخله تستنى فيك على صفحتنا الرسميه لديوان اف ام على الفيسبوك ومازال عندنا ما نحكي وخليكم توت سويت مع أنيس الغول في